كابتن عادل، برضو في قضية خلافية كبيرة، بما انك اشتغلت مع مانويل جوزيه وشفته عن قرب وعشت فترة كبيرة من فترة الانجازات وتابعتها برضو، ودلوقتي مارسيل كولر برضو عامل فترة انجازات كبيرة مع النادي الاهلي، فبدأ يطلع كلام عن المقارنات. ده طبعا هو كان مانويل جوزيه حقيقة واخد مساحة او واخد مكانة عند جماهير الاهلي، انه رقم واحد في الاجانب بالذات او بشكل عام، بس خلينا نتكلم عن الاجانب، احسن مدير فني اجنبي بالانجازات والارتباط مع الجماهير والبطولات وغيره وغيره. بدأ ناس دلوقتي وقطاع كبير مش قليل يدخل مارسيل كولر في المقارنة دي ويقولوا لا ده كولر كمان تفوق، لو جيت تحسب عدد البطولات في الوقت الزمني في الفترة الزمنية والأرقام القياسية من الماتشات بدون هزيمة اللي كسبها على بشكل متتالي. فأنت المقارنة دي بالنسبة لك تميل فيها لمين، بما أنك حضرت جوزي كلاعب وكمشاهد برضو وحضرت طبعا مارسيل كولر كمحلل وكمتابع؟ بص، خلينا نتكلم بواقعية أكبر. أن أنت أي مدير فني هيبقى متواجد داخل النادي الأهلي هو عنده كل سبل أنه هو ينجح، وخصوصا ان سياسه مجلس اداره ان هي بتوفر لك كل سبل امكانيات البطوله وبتديك مساحتك، بتديك مساحتك وما بيحاسبكش بالقطعه. هو دايما سياسه مجلس ادارات الاهلي بالظبط، دايما ان هي دايما بتديك مساحه، بتوفر لك لعيبه، بتوفر لك امكانيات ماديه، بتوفر لك مكافئات جيده، دايما سبورت ليك، داعمه ليك، مش حاطة عليك حتى ضغط كمان في خساره مباراه او تعادل مباراه. ودي السياسه اللي كان كابتن حسن حمدي بيتعامل بيها مع مستر مانويل، ان دايما انا ليه بقول لحضرتك تنجح اي مدير فني، لان كل بوزيشن موجود سواء لاعب او في الجهاز او في مجلس الاداره، كل واحد ليه دور، كل واحد ليه دور، محدش بيتعدى دور التاني، كل واحد هو عارف حتته اللي بيشتغل عليها فين. المقارنه مش هنقول مقارنه، هو ممكن ايام مستر مانويل جوزيه انا وجهه نظر يعني الفرق كانت اقوى على مستوى افريقيا في المنافسات الافريقيه، على مستوى حتى الدوري كان في اكتر من فرقه ممكن تقدر تنافسك، اسماعيلي، مقصه، انبي، كانت الفرقه كلها جامده. الزمالك طبعا، طبعا الزمالك ده الغريم التقليدي يعني طبعًا. انا بتكلمك على الفرق اللي هي طبعا الزمالك، اسماعيلي، مقصه، انبي، اتحاد سكندري، كل الفرق بتلاقي كان فيها لعيبه واسماء، 8 9 فرق هي بتنافسك وهي ندي ليك. عشان كده مفيش ماتش مضمون، لا مفيش ماتش مضمون، لان حتى كواليتي المحله ضيع من الاهلي دوري في 2000 طبعا، وكمان انت بتلعب المحله في المحله، بتلعب المصري في بورسعيد، المباراه دي مش سهله طبعا. يعني مش سهله ان انا رايح ضمن الثلاثه بونت والكلام ده. قوه الفرق زمان طبعا كان مستر مانويل بيتغلب على دي بشكل كويس، كنا على مستوى القاره كنا بنكسب نجم ساحلي، نكسب ترجي، نكسب صفاقس، الفرقه دي حتى كنا بنكسب بره، السياسه دي كانت موجوده عند مستر مانويل. فعشان كده بقول لك المقارنه بين مستر مانويل وكولر هتبقى مش هقول لك ظلمه، لكن دلوقتي الراجل عنده اريحيه بشكل كبير، عنده كواليتي لعيبه انا بشوف منك افضل كواليتي على مستوى افريقيا، المنافسات في افريقيا مش زي زمان، فعشان كده ممكن الراجل يكون تفوق شويه، لكن تقدر تقول هو كل ده بيصب في تاريخ النادي الاهلي. لكن كمقارنه مستر مانويل بكولر، لا هو الراجل هتبقى مقارنه ظالمه، والاحسن الناس ما تقارنش بالظبط، الاحسن هو ممكن تقول الراجل عامل نتائج افضل من مستر مانويل على مستوى الارقام، لكن ارقام مستر مانويل كبيره كمان المساحه، يعني ممكن كولر كمان يكون محتاج سنتين ثلاثة كمان عشان يبقى في عدالة حتى في التقييم، لأن جوزيه اشتغل على فترات برضو مع النادي الأهلي، جه موسم ومشي وبعدين جه أعتقد ثلاث مواسم أو أربع مواسم ومشي وبعدين جه موسم أو اثنين ومشي. هو اشتغل من 2000 ومن بعد 2004، اشتغل 2005 لحد 2010 في الحقبة دي يعني، وحقق إنجازات كبيرة في ظل أنا بقول لك قوة الفرق اللي في القارة، كانت جامدة جدا. طيب